على كل حال عبر الهاتف ينضم إلينا سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. سيادة السفير أرحب بك. سيادة السفير هل تسمعني؟ أنا أسمعك كويس، تفضلي. نعم أرحب بك مجددا، وسؤالي إليك يعني في البداية، كيف ترى هذه القمة الاقتصادية الإفريقية الروسية؟ هذه أول قمة تعقدها روسيا الجديدة التي ورثت النشاط الكبير الذي كان يقوم به الاتحاد السوفيتي السابق في القارة الأفريقية، وكان يعتمد على إقامة صناعات ثقيلة في بعض الدول الأفريقية أو صفقات السلاح مع عدد هامة من هذه الدول. ولكن قمة بوتين الأفريقية تركز على تنمية العلاقات الاقتصادية، ولو أنها ليست كبيرة لأنها ارتفعت من 4 مليارات دولار في 2008 إلى 19 مليار دولار فقط في الوقت الحالي، وهو رقم لا يقارن مثلا بتجارة الصين مع أفريقيا، ولكن يدل على انتباه القيادة الروسية إلى أهمية القارة الأفريقية وضرورة الاستثمار فيها. نعم. يلفت النظر في البيان الذي أدلى به بوتين أن 40% من التجارة الروسية مع أفريقيا تتم مع مصر، وأشار إلى استعداد روسيا لإقامة مفاعلات ذرية لإنتاج الطاقة، حيث أنها تولي موضوع الطاقة أهمية كبيرة، وأشار بصفة خاصة إلى اتفاقية الضبع. الرئيس السيسي أيضا بدوره كرئيس للاتحاد الأفريقي والذي افتتح الخطاب الذي المؤتمر الذي أشرتم إليه بدعوة المستثمرين الروس، خاصة أن روسيا ليست الآن في كما كان الاتحاد السوفيتي عمل سابق في نطاق القطاع العام، ولكن هناك قطاع خاص كبير في روسيا، وروسيا تريد إنشاء منطقة تجارة حرة، مناطق تجارة حرة في أفريقيا كما فعلت في قناة السويس. سيادة السفير أيضا في هذا الإطار، يعني أنت تتحدث وأتفق معك بالطبع في وجهة النظر أن حجم الاستثمار الروسي في القارة الأفريقية ضعيف بالنسبة للاستثمارات الأخرى. البعض يتساءل أيضا في هذه النقطة، ما هي مواطن القوة داخل القارة الأفريقية حيث أنها تعتبر الآن كما يقول الجميع يعني هي المستقبل القادم، ما هي مواطن القوة للاستثمار في أفريقيا بالنسبة للجانب الروسي؟ هناك أسواق واعدة جدا، وأقول من ضمنها مصر وجنوب أفريقيا وكينيا. يجب أن يتنبه الاتحاد السوفيتي ومتنبه لهذا الموضوع. صحيح. استخراج المعادن الرئيسية، روسيا من الدول التي لديها خبرات كبيرة في إنتاج الماس في أراضيها، وتستطيع أن تستثمر لمصلحة روسيا وأفريقيا هذه المنتجات. يتركز أيضا على الصناعات المتقدمة مثل البترول والغاز وإنشاء الطرق والسكك الحديدية. فروسيا الجديدة وفي نطاق أيضا منافساتها مع الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم يعني منظورا جديدا للعلاقات التجارية. والمؤتمر الحالي صحيح يبحث موضوعات الأمن والتسليح وغير ذلك، ولكن يركز على الشؤون الاقتصادية، وهذا أمر طيب من جانب روسيا الجديدة. نعم، سأعود مرة أخرى للحديث بشكل مفصل إذا عن الجانب الروسي وأيضا عن العلاقة المصرية الروسية، ولكن في ذات الإطار سيادة السفير، يعني في العام الماضي وحتى الآن مصر تتولى بقيادة القارة الإفريقية عن طريق رئاستها للاتحاد الإفريقي، كما تفضلت بالذكر في بداية هذه المحادثة أن هذه القمة الأولى بطبيعة الحال من نوعها التي تعقد بين روسيا والقارة الإفريقية. الكثير من القمم ربما عقدت أيضا في العام الماضي بين أفريقيا والدول العظمى أو بين أفريقيا والقارات الكبرى. السؤال الآن، كيف تقيم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الماضي؟ يعني بدون أي تجرد أستطيع أن أقول أن رئاسة مصر أعطت رقما كبيرا لطموحات أفريقيا ودولها وشعوبها. يعني الكثير من المبادرات التي قام بها الرئيس السيسي، عقد مؤتمرات للشباب وللمرأة، وسيعقد مؤتمر كبير للشباب في أسوان في القريب العاجل، أيضا اهتمامه بإنشاء منطقة التجارة الحرة التي أشار إليها الرئيس السيسي، و
ستعطي زيادة كبيرة في التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وقد تكون مدخلا لحصول مصر أو دول أخرى على استثمارات لاستغلال الانتقال الحر للسلع المنتجة في أفريقيا إلى مختلف القارة دون أي رسوم جمركية أو عواقب إدارية. نعم. هناك كثير مما فعله الرئيس السيسي والقيادة المصرية في هذا الصدد. الرئيس السيسي لم يغفل أي زيارة يقوم بها إلى الخارج، مثل الاتحاد الأوروبي أو مؤتمر ميونخ إلا أو لقاءاته مع الرؤساء الأجانب دون أن ينبههم إلى أهمية أولئك القارة الأفريقية، الأهمية التي تستطيعها وتستحقها، وطالب في خطابه اليوم القطاع الخاص الدولي والقطاع الخاص الروسي والمنظمات المالية الدولية بإعطاء إما منح أو قروض ميسرة جدا للتنمية الأفريقية. نعم سيادة السفير، هذا من جانب. من جانب آخر أعود للنقطة السابقة وهو ما يتعلق بحجم يعني الصداقة التي تجمع بين مصر وروسيا. العلاقات المصرية الروسية هي علاقات جيدة بطبيعة الحال، ولكن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم والعلاقات تزايدت بشكل كبير بين مصر وروسيا. حجم يعني هذه العلاقة التي تجمع بين البلدين، ولكن دعنا لا نغفل أيضا في الحديث ليس فقط الجانب الاقتصادي ولكن أيضا الجانب العسكري. سيادة السفير، طبعا الجانب العسكري الذي كان يجمع أيضا الاتحاد السوفيتي السابق لمصر، ولكن ازداد فعالية في عهد الرئيس السيسي وعقدت عدة صفقات مهمة. لا يجب أن ننسى أن حملتي طائرتين الفرنسيتين التي سلمتها إلى مصر كانت أصلا تذهب إلى روسيا، ولكن نظرا لمعارضة الولايات المتحدة وضغطها فإن الاتحاد السوفيتي تنازل عن احتكار هذه الصفقة ووافق على أن تقدمها مصر فرنسا إلى مصر مقابل ثمن فعلا وليس تبع. ولكن العلاقات العسكرية بين موسكو والقاهرة في تنامي كبير، تعقد مناورات سنوية بين الجيشين المصري والروسي، وهناك زيارات متبادلة من وزراء الدفاع والخبراء العسكريين. وأعتقد أيضا أن روسيا تهتم بتدريب الكوادر المصرية، وسيكون أولهم هم موضوع العاملين في المفاعلات الذرية في الطبعة، ولكن أيضا تقدم منحا كثيرة كما كان الاتحاد السوفيتي يفعل للدراسة في روسيا. نعم، أعود إلى القمة مرة أخرى سيادة السفير. القمة الإفريقية الروسية، هناك ملفات أكثر تجمع بين روسيا وبين القارة الإفريقية، بطبيعة الحال ستتم مناقشتها في هذه القمة. نحن نعلم ربما أن الجانب الاقتصادي يسيطر على هذه القمة، ولكن هناك ملفات أخرى على سبيل المثال كمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتحديات والمخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي. كيف إذن من الممكن مناقشة هذه الملفات بين روسيا والقارة الإفريقية سيادة السفير؟ هي عقدت عدة اجتماعات تمهيدية تبحث موضوعات معينة قبل بداية القمة، سواء في النواحي الأمنية والاقتصادية ومقاومة الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو الهجرة. فكان هناك أداء جيد، يعني أنا بتجرد أكون أهم من بعض القمم التي عقدت بين دول كبرى وأفريقيا. فهذا الأداء الجيد سيساعد على أولا بيان هام سيصدر في نهاية القمة، والاتفاق على عدد من المشروعات الروسية الأفريقية، ويوازي ذلك الأهمية اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس بوتين والرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول الأفريقية. وأيضا الاتحاد الأوروبي ساهم اليوم كما شاهدنا في الدعوة إلى زيادة مساعدات التنمية إلى أفريقيا، والاتحاد الأوروبي من أهم المساعدين بعملية التنمية في أفريقيا وإلى الاتحاد الأفريقي نفسه.
نعم، أختم معك بهذه النقطة سيادة السفير. يعني اليوم تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، وأيضا تابعنا يعني المشهد وهو يدخل أحد الجلسات هو بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والترحيب الشديد بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف ينظر العالم إلى مصر في هذه الأثناء سيادة السفير؟ أعتقد أنه ليست أفريقيا فقط التي تنظر بإعجاب إلى قيادة الرئيس السيسي، ولكن أوساطا كبيرة في العالم تنظر بزيادة أهمية مصر ومحورية قيادتها في حل الكثير من المشاكل خارج القارة الأفريقية في المنطقة العربية، وأيضا في مقاومة الإرهاب التي أعتقد أنها أصبحت شغل الشاغل لقيادات العالم، ومصر لديها تجارب كثيرة في مقاومة هذا الإرهاب وقدمت تضحيات كبيرة في هذا الصدد. واعتقد ان الدول الاجنبيه تنظر الى محوريه الدور المصري في المنطقه وقدرتها على المساهمه بحلول جوهريه في حل هذه المشاكل. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف سياده السفير احمد حجاج الامين العام المساعد الاسبق لمنظمه الوحده الافريقيه، شكرا جزيلا لك.